دي جي راموس جي جي ايو السلام عليكم الدون اكس من الاستديو دي جي راموس. هذا التراك هذا فيه كيفاش بديت كيفاش رابيت كيفاش طلع للمون الناس هاد لبيت يا ايو دي جي راموس. صباح ضرب زوينك وحدي باقي فايع كسمع هاد موري كي يضرب وكان حسب له طايع نعس ما بقاش يجيني كانت تقلب ومضايع ضويت بالتليفون السيرو والورقه قدامي غنط في شحال الضو والاشعه عاميه عيني طللت في وسط الزنقه كلشي ميت كلشي مكلمي اخذت السيرو ورقه وما كنشوفش شنو قدامي واش انا في الواقع اولا غرق في احلامي رديت فرق كنكسب قبل ما المون يهرب كنهضر بوحدي سيقني اولا كذب مومينتو ديالي ديال نعس جالس كنحرق فيه. في السبة ديال الراب اللي ما قدرتش نسمح فيه كتب بستار الاول والثاني كان بحيه عباش نقدر نوصل للديسكو اللي تقدر تبخيه سيلو في يديك توفى وين كنشوف فيه يمكن حتى عقلي تحافى وباقي تايق فيه باقي غادي نكتب وباقي غادي نعبر باقي غادي الرابي للي شفته الحلم غادي يكبر ضروري هنصبر ولساني المسؤول على اي حاجة قلتها باقي غادي نكتب وباقي غادي نعبر باقي غادي ربيع للي شفته الحلم غادي يكبر ضروري هنصبر ولساني المسؤول على اي حاجة قلتها انا قلت الكفش بديت الراب معاكم دون اكس 2000 ناس مني بديت الراب دخلت انا الدومين بلا ما ندق الباب يمكن نبديت لعب اولا بليا مع الاصحاب واليوم هانا فيه والعشر هو الكتاب مرة نغني الارام بي ومرة نغني الفلو وحدي راسك صاحبي دار بيت الاندرجراوند ما قولش وصلت بعيد ولا باغي نوصل المهم هو نفيد اي واحد تحصل الربي للمجتمع والمشاكل اللي جامع الربي للي عنده وباقي فينا طامع كلبس اي شخصية وتقبية انا متواضع وديدي كاسر فيس لاي واحد فيني سامع اسلامي لاي واحد تقرا الواقع وبدا يفكر اطلع له المورال شد الورقة وبدا يعبر باقي غادي نكسب وباقي غادي نعبر باقي غادي الربي للي شفته الحلم غادي يكبر ضروري هنصبر ولساني المسؤول على اي حاجة قلتها باقي غادي نكتب وباقي غادي نعبر باقي غادي الرابي على اللي شفته الحلم غادي يكبر ضروري هنصبر ولساني المسؤول على اي حاجة قلتها باقي غادي نكتب باقي الخير قدامي وخا طريقي طويلة غادي نحقق الاحلام اي حاجة نوصل ليلة وخا تحط حدايا الالغام بدون اكس ما كيعرفش المعنى ديال الاستسلام المهم هذا طرق عبارة على الواقع ديالي لكن عيشوا في الرب وعيشوا اي واحد بحالي انا يدول ناعس في الكومنتر قولالي محتاج للرأي ديالكم باش هاد مرة نعمل بالي دون اكس اي كي اي منفاصل الشخصية رابيرو مغربي عمري خوني شخصية ايد بيت صاحبي بغيتك التخفية حيت الطرق اللي جاي هيكون كيضل بليا دون اكس من اجل الرابع من اجل الواقع مادام مازال عايشين رفقنا المواضع مادام شفت وفكرت اذا قصاطع باش نجيب العز فوقت بدل الدار باقي غادي نكسب وباقي غادي نعبر باقي غادي الرابع للي شفت الحلم غادي يكبر ضروري هنصبر ولساني المسؤول على اي حاجة قلتها باقي غادي نكسب وباقي غادي نعبر باقي غادي الرابع للي شفت الحلم غادي يكبر ضروري هنصبر ولساني المسؤول على اي حاجة قلتها